إلى رواق الفنون علي خوجه بالمهدية لمتابعة أكثر من 20 لوحة فنية أثث بها الرسام محمد البعتي المعرض فسيفساء، من لوحات تستلهم من الطبيعة ألوانها وتبرز التجربة الفنية لهذا الرسام. رواق الفنون علي خوجه بالمهدية، الفضاء الذي تحول هذه الأيام إلى معرض يضم فسيفساء من اللوحات الفنية للرسام التونسي أصيل المدينة الشابة محمد البعتي. مستوى اللوحات ومضامين اللوحات كلها لها علاقة وطيدة بالانتماء البيئي الذاتي، ويعني انتمائي إلى مدينة الشابة ومناخات الشابة البحرية. ناهيك أن مفردات هذه اللوحات تقريبا كلها تجد سداها في البحر. اصطياد ليلي، ولادة وغيرها من عناوين هذه اللوحات التي تلخص مسيرة ربع قرن من التجربة الفنية للرسام محمد البعتي، جاءت مفعمة بألوان الطبيعة. اعتبر كونه الفنان هو صورة هذا الواقع، ويجب أن يتحدث بلغته وأن يعكس هذا الواقع بصياغه، سواء كان على مستوى الممارسة التشكيلية وبقية الأشكال التعبيرية والأشكال الفنية الأخرى. أجنحة الحرية 3 هو عنوان هذا المعرض، لتبقى الحرية هي رسالة وأداة الفنان في التعبير. فنان من نجمش يكون فنان في نقل الواقع بحذافر ولا بصورة يعني شو نقول الكلاسيكية الجافة. أعتقد كون الفنان يجب أن ينطلق من الواقع ليتصرف فيه ويخلق مناخات وأجواءه الخاصة. ولعشاق هذا الفن، فإن هذا المعرض ما زال في انتظار زواره إلى غاية يوم 12 من أبريل الجاري.